إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله ثم أما بعد ما زلنا في حديثنا عن العدل في القرآن والسنة وقد وصلنا إلى الجزء الأخير من هذا الموضوع وهو الجزء الأهم في حياة كل منا ألا وهو العدل مع الأولاد في التركة والميراث وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة وقال ابن القيم رحمه الله من أحدث قبل الصلاة فسدت صلاته ومن أفطر قبل الغروب فسد صيامه ومن ختم حياته بظلم وجور ساء عمله ولقي الله عز وجل على ذلك العمل يعني آخر الأعمال التي تعملها يا أيها المؤمن هي التي تعرض على الله أولاً وتلقى الله عز وجل بهذا العمل فمن مات في ثياب الإحرام بعثه الله عز وجل يوم القيامة ملبياً يقول لبيك اللهم لبيك ومن مات على فراش الزنا بعثه الله عز وجل ملتصقاً بالتي كان يزني بها في هذه الحياة الدنيا وهكذا So inshallah it will be the last part of our subject about justice النبي صلى الله عليه وسلم told us in the hadith that some of my ummah they act righteously for the time of 70 years Until they become close to death, they end their life unfairly. So they write unfair will. So they meet with Allah Azza wa Jal and the state of injustice. Ibn al-Qayyim rahimahullah said it's very important for one to end his life and the state of justice. And he said, one who break his wudu before the salam, his salat will be only physical movement. No spiritual value for it. And one who break his siyam before the sunset, his siyam is no good for the rest of the day. And also one who ends his life and the state of injustice, he will ruin the rest of his act of worship. يا إخوان ما الذي يعني يجعل الناس يظلم في التركة والوصية مع أن الله عز وجل في قرآنه فصل المواريث تفصيلا عجيبا والغنائم فصلها تفصيل عجيب قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ما تدخله الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سيفصل في قضية الأنفال وعندما أتى الله عز وجل إلى المواريث قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آية المواريث فما الذي وبعد الآيات قال الله عز وجل تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله في آيات أخرى الله عز وجل قال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فهذه هي حدود الله ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا
خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني لا يجوز أن يغير الإنسان في المواريث وفق هواه. So what makes people, يا إخوان, to modify or to edit the etiquette of or the rule of mawarith, the inheritance? Even though we know that Allah Azza wa Jal Himself explained the ruling of the inheritance. So what makes people change the etiquette or the ruling of the inheritance? لأن الإنسان بطبيعته يقول أن هذا المال مالي، أنا تعبت به، أنا الذي جنيت، أنا الذي سهرت، فيجب أن يكون لي حر، يجب أن تكون لي حرية التصرف في هذه الأموال. Many of us, يا إخوان, believes that we worked hard for our money. So I should be in full control of how to distribute my money. I should have full option to give whomever that I want and to neglect whomever that I want from my wealth. ولكننا ننسى يا أيها الإخوة الأكارم الحجاج بكنت فيه والله يرضى عليكم ممنوع النوم لأنه أنتم معكم مصاري كثير فإنكم الختيار محشي مصاري بده يسمع علي شو بنعمل بالمصاري اليوم إن شاء الله فتحوا معك الله يرضى عليكم الأكوان سرة طيب فيقول الإنسان لا تتوهونيش عن الموضوع الله يرضى عليكم فيقول الإنسان إنه أنا لما لا تكون لي حرية التصرف ولكن الله عز وجل قال في قرآنه اسمعوا إخواننا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بدك تقول لي إنه أنا تعبت الله عز وجل عم يذكرك عم بيقول لك بترجع ارجع بعد 20 سنة ولا 60 سنة لورا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون So in the moment that you say this is my money Allah Azza wa Jalla is telling you no I want you to remember the time when you came to this worldly life It is Allah Azza wa Jal who brought you out of your mother's womb helpless. You know nothing. And He created vision, hearing, and heart for you so you may give thanks to Allah Azza wa Jal. So this verse is not really clear? Okay. وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ It's not your money. It was given to you. Donate from that which Allah Azza wa Jal put you in charge in. This verse is not clear? Okay. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ So this is the money of Allah Azza wa Jal, not yours. So now the verse is clear. So you cannot say this is not This is my money. Allah Azza wa Jal is telling you the money belongs to Allah Azza wa Jal. He is the one who gave you the will and the power to achieve your goals. وَآتُوهُ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ يا إخوان, at the time of death, some people they say, you know what? I'm not gonna give any share, any penny to my kids. I'm gonna donate every dollar that I made to the orphan or to the Islamic Institute. Is this permissible? قد يكون الولد عاق معك. قد يكون الولد لا يسمع الكلام ويحتقر أباه ويظلم أباه. ولكن هل هذا يعطي الوالد الحرية لأن يقول أنا سأحرم أولادي من التركة؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص عند بعد الفتح وكان في مكة بعد أن أصابته الحمى وظن سعد بن وقاص أنه سيموت في هذه الحمى
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أجدك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، إن عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه لي. يعني هذا المال الكثير لهذه البنت كثير، أفأتصدق بشطر مالي؟ يا رسول الله، اتبرع بنص المال للفقراء وللمساكين؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني النصف للفقراء والمساكين والنصف الثاني لمن؟ لبنته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفأتصدق بربع مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إن كان لابد فالثلث، والثلث كثير، لأن تترك عيالك أغنياء خيرا لك من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. So some people, they say, I want to donate every dollar of mine to the orphans. None of it for my kids. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam once visited Sa'd ibn Abi Waqqas after the conquest of Mecca. He suffered of a very high fever. He thought that he's going to die. At that time, Sa'd ibn Abi Waqqas, he only had one girl. So Sa'd ibn Abi Waqqas said, O Prophet of Allah, I am a very wealthy man. I have a lot of money. Should I only have one inheritor, my daughter. Should I donate half of my money to the needy and the other half for my daughter? So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, no. Said, what about a quarter of it? So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, no. If you find that you have no way, but if you have the will or you have the desire to donate for the sake of Allah, you're only allowed to donate one third. And this is way too much. And leave the rest for your inheritors. To leave your kids wealthy, much better for you than leaving them needy. Asking people for his generosity. ورجل ذات يوم جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أنفق كل مالي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه عن اليمين وقال يا رسول الله هذا كل ما أملك خذه. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه عن الشمال وقال يا رسول الله هذا كل مالي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب وقال أيعمد أحدكم إلى ماله فينفقه في سبيل الله ثم يتكفف الناس. Once a man came to the Prophet of Allah offering all of his money as a donation. So Nabi صلى الله عليه وسلم turned away from him. So he came from the other side, he said, O Prophet of Allah, this is my money, take it. It's a donation. The Prophet of Allah turned away from him. At the third time he said, well, how is it possible for you to donate the rest, all of your money, and then you ask people for donation? يا إخوان يجب أن نفرق بين المصروف اليومي أو الحاجة الطارئة والعطية والوصية. يعني أنت عندك بعض الأولاد مريض، تريد أن تساعده بشيء تساعده فيه حلال. عندك ولد يتعلم فأردت أن تساعده حتى ينهي علمه حلال. This is the emergency payment. If you have one of your kids is sick, you're allowed to help him out until he reach the cure. One of your children is learning, you're allowed to pay his tuition
You don't have to pay the rest of your kids equivalent to that amount. لذلك سألوا أحد الأمهات من تحبين من أولادك أكثر؟ يعني إخواننا كل واحد منا بيكون عنده ولد صغير. We all love our youngest children the most. And the sad part, the youngest of our children, he will remain youngest until the rest of his life. And this is against the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قالوا من تحبين من أولادك؟ قالت أحب الصغير حتى يكبر وأحب المريض حتى يشفى وأحب الغائب حتى يرجع. One of the mothers were asked, who do you love among your children the most? She said, I love the youngest until he become old or strong enough and mature. And I love the one who is absent until he comes back. And I love the one who is sick until he become strong enough and healthy. You cannot keep loving the youngest of your children until the rest of your life and the rest of his life. So the emergency allowance is permissible. بعض الناس إخواننا بيقول أنا بدي وزع التركة على أولادي قبل ما أموت. ما راح أتركهم يختلفوا، أنا بدي وزع التركة على الأولاد قبل الموت. بيجي بيعطي هذا شيء وبيعطي هذا شيء وبيعطي هذا شيء وبيقول ما حدا بياخذ منكم شيء لحتى بعد ما أموت. يعني أنا وزعت لكم إياهم. هل هذه عطية؟ العطية لا تعتبر عطية إلا إذا ملكها الطرف الآخر من كل وجه. يعني أنت بدك تقول لابنك إنه أنا بدي أعطيك قطعة أرض، يجب أن يستلمها الآن مش بعد الموت. And we have then the general gift. Some people they say, you know what, I'm not gonna leave my kids fighting about my money after the death. So I'm going to distribute all of my wealth among them equally, or not equally, give them while I'm alive. In order for the gift to be valid, the other person need to obtain it from every possible way. When you say this is yours and you cannot take it until the time after my death, it's not a gift anymore, it become inheritance. Become inheritance. فقال أهل العلم إن عطيتك للأولاد في حياتك يجب أن تكون عادلة بناء على ميراث الله وقواعد الميراث. So if you want to give one of your children or the rest of your all of your children their nasib, their share, you need to distribute that money equally based on the book of Allah Azza wa Jal. This does not call inheritance, it's called general donation or a gift. This is not an inheritance, it's a gift. So in order for that gift to be valid, the other party need to obtain it from every possible way. When you say you cannot take it until the time after my death, it become inheritance. ويشترط العدل في العطية. قال أحد الصالحين لو قبلت أحد أطفالي قبلة لوجدت لزاما علي أن أقبل بقية الأطفال. يا الله. One man said, well, if I kiss one of my children, one kiss, I'll find it a must for me to kiss the rest of them equally. So if you wanted to give your children that gift, must be according to the book of Allah Azza wa Jal and the etiquette and the ruling of the mirath which Allah Azza wa Jal recorded in his book. What happened if they don't receive that gift until the time after death? هذه العطية يا إخواننا أهلنا ما عطيتوهن للأولاد، قلت لهم بعد موتي بتاخذ، قلت له لهذا الولد أنت بتاخذ البيت، هذا بياخذ قطعة أرض، حرمت هذا ما حرمت هذا، بعد الموت تنقسم تنقلب ميراثا
تنقلب ميراثا، ولا يجوز لأحد كان من كان أن يغير في ميراث الله، فترجع كل الأمور على ما كانت عليه، ويقسم المال بين الأنصباء بالسوية. So if the other party did not receive his gift until the time after their father's death, that gift become inheritance, and no one has the authority to modify or to change the ruling of the inheritance. يا إخوان، بعضنا يكتب في الوصية والله هذا البيت لطفل معين، أو يكتب إخواننا رجل طلق زوجته، طلق زوجته، الزوجة أدمنا فهماني الله يرضى عليها، حرضت الأولاد ضد بيون، الأولاد كانوا عاقين لوالدهم، الوالد عند موته في مثل بيقول عنا إجا ليكحل عميها، إجا ليكحل عميها، بده يصلح الخطأ، صلح الخطأ بخطأ أكبر منه، فحرم أولاده جميعا من الميراث وكتب الميراث كله لولد واحد. هل تجوز هذه الوصية؟ يعني فيك أنت تكتب وصية وتقول أنا can you write a will and to say half of my money for one of my children, or you write a will that I don't want to give my wife or my daughter from my wealth and I want to give 75% of my wealth to one of the children. Can you say that? Can you write this type of will? قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لا إله إلا الله. What happened to this type of will? Your itinerary ticket to hell. لذلك قال يحيى بن معاذ مصيبتان ما سمع الأولون ولا الآخرون به مال العبد في ماله عند موته، يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. يحيى بن معاذ said, well, every wealthy man must face a very severe trial at the time of death. His money will be taken away in full from him and will be questioned about it on the day of judgment at the full property. So what time of that will? Your itinerary ticket to hell. لا وصية لوارث، يعني الذي يوصي لأحد أولاده بشيء دون الآخرون، هذه الوصية شرعا ليست معتبرة ولا قيمة لها في عين الله ولا في عين رسول الله ولا في عين عباد الله المقربين. كيف نصلحها؟ على الورثة جميعا أن أو على الوارث الذي أخذ هذه الوصية أن يرد الحق لباقي إخوته الذين حرموا من الميراث. So how we can correct this type of will? One who received that will must return the right of every inheritor back to him. يعني قد يظلم الوالد، قد يحرم الأولاد، ولكن باقي الورثة عليهم أن يردوا المال لأهله، لأنه مال سحت، مال سحت. لما؟ لأن الوارثة تصرف بما لا يملك. Why is that money is not lawful to anyone to take it other than inheritors? Because the one who is dead, he gave what does not belong to him. The money belonged to Allah Azza wa Jalla. لذلك عندما تأتي المرأة التي طلقها زوجها وعندما يموت الزوج وتأخذ البيت ظنا منها أن البيت من حقها، تكون ظلمت باقي الأولاد حقهم وأخذت سحتا، لأن الله عز وجل قد أمر أن يأخذ كل ذي حق حقه. I received a phone call. Three sisters who are fighting about
Take a guess the amount of money that they are fighting about. Priceless. Priceless. That their mother said in her will that priceless belonged to my granddaughter. And I told her, well, could you please tell me how much your sister is worth to you? You're fighting about the priceless? Give it back to her. Give it back to her. There's a must wasiyya in the Sharia. If any of you lost his son and he left the children behind, the children of your son, if your son passed away, cannot earn any of your property because at the present of your children. عندما يموت الولد في حياة والده أولاد الولد ما بيأخذوا من الجد. ولدك عندما يموت في حياتك ويترك أطفال أنت ما أخذت أو الولد ما أخذ بعد التركة من والده لأنه الوالد ما قسم الوصية. بقيت الأولاد مع الجد. بقي الأولاد مع الجد. الأولاد هذول يرثوا أو لا يرثوا؟ لا يرثوا. لما؟ لأنهم محجوبون بالأصل الوارث اللي هو الابن. طيب كيف الأولاد هذي بدوا يرثوا؟ قال لك الشريعة هناك الوصية الواجبة على الجد أن يجعل نصيبا من ماله لحفدته، لأنه لو ما جعل وصية هكذا بيروح حق والدهم، بيروح. لذلك يا إخواننا the best way to distribute your wealth, call the courthouse of your own country. Don't ask the mashayikh. Usually the mashayikh, they're not special in this aspect, the mawarith. The mawarith, there's a special people for it. Ask the at the courthouse, well, this is my money and this is my children. Please tell me, and that my father or my mother, if they're alive, and my brothers, if they're alive, please tell me each party their share. Please tell me the share of each party. And they can give you an idea for each person what they're eligible for. Ya ikhwan, if you leave the mixed property money, property, homes, don't begin to distribute your wealth as you wish, because you have no authority over that. You must ask the eligible people, the people of knowledge, and they can direct you how to distribute your wealth. And remember, ya akhi, this is very serious. This is very serious. This is very serious, ya akhwan. 90% of people of the same family, brothers, are fighting after the death of their father about money, ya akhwan. Money. So it's our opportunity to make things right. And inshallah azza wa jal, if you have any further questions, I will be more than happy to explain it after the khutbah. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لو لخصنا الخطبة لقلنا لا يجوز لأحد أن يحرم أحد الورثة من المواريث، ولا يجوز لأحد أن يلعب بأحكام الله وفق هواه، فلا تعطي من المواريث من تحب وتحرم منها من تحب، لأنها حق الله. وإذا تصرف أحدنا بما لا يرضي الله فعلى الورثة رد الحق إلى أهله، على الورثة رد الحق إلى أهله، على الورثة رد الحق إلى أهله. لا تقول والدي أعطاني، والوالد الذي يكتب في حياته يقول عقد شراء لأحد أولادي، ولده ما اشترى منه ولا شيء، عقد شراء، هو يجمع بين الكذب والسحت والكذب على الله واللعب في المواريث، فلا يجوز هذا العقد. فكل منا يجب أن يعطي كل ذي حق حقه،
يجب أن يعطي كل ذي حق حقه. To summarize this khutbah, it's not permissible for any of us to modify or to edit the ruling of mawarith. It's not permissible for you to neglect any of your children from your wealth. It's not permissible for the inheritors to take what does not belong to them. If their father, their mother assigned them to something to them without the approval of the rest of the inheritors must return the money or the property back where it belonged to. Is this clear, Ikhwana? The last thing, Ikhwanakum huna ba'da al-jumu'ah, يجمعون يعني الممبرشيب هي العضوية لجمعية المسلم كونسل اوف كالجاري حتى يتسنى لكم الانتخابات يا اخوان. So your brothers here are selling a membership to the Muslim Council of Calgary. Actually, if you don't have the $10, just sign your name. And I really request from every one of you to purchase a membership, ya ikhwana. We want to stop, ikhwana, it's not fair to cry over spill milk. Every year, ikhwana, we cry for 2 years and all this and that, and we don't participate in the election. Please go ahead, participate in the election, choose the right person. We're not gonna tell you who to choose and what to choose. You are very mature and you can choose for yourself. We're not in the Middle East country here where we see, receive the letter, they say, oh, do this or do that. No, do what you think it's good for the Muslim in this town and for our children. If you don't have the money, don't worry about it, just sign your name and they'll take care of it. And as an organization here, we have no part of this election. Let's make it clear. We have no part of this election as an organization. We don't interfere with their election. We wish them the best. We wish them the best, and we wish the guys here who are looking hard to purchase membership and to change the situation, we wish them the best. And you have all of our support, inshallah. And in the end, like I said, we're not the enemy of anyone. We are looking forward to work with every organization as long as they are fulfilling the Book of Allah Azza wa Jal and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريض إلا شفيته وعافيته. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.